مطبخنا مطبخ ستات ما بيعرفوش يطبخوا النهارده منوره نوران صديقتنا. ونوران اهلا بيكي. اهلا بيكي. وكنتي قبل كده زي ما انا سمعت صحفيه صح؟ مصوره في عين. مظبوط. بس سبتيها بقى الولاده. بقى المسؤوليه. مش فاضيه دلوقتي. نورتينا حبيبتي. نورانا يا نوران. نوران هتعلمينا ايه؟ هي تشاينيز تشيكن بالصويا صوص وكده، بس هي يعني مش تشاينيز قوي عشان هي الناس بتتضايق من مثلا حاجات مسكره وكده. لا هي تنفع يعني عادي، يعني مش الناس مش هتجزع من الطعم يعني. هي فكره ليكي انت. طيب الاول نقول مقادير وتعالي مع بعض نشتغل. دلوقتي احنا 3 حبات فلفل اخضر وعلبه مشروم صغيره ومن 4 ل5 بصلات خضر صغيرين. اوكي. نص كيلو صدور فراخ مقطعه مكعبات، ومن 3 ل4 معالق صويا صوص غامقه. اوكي. ومن 1 ل2 معلقه مسترده، وده لو حبيتي يبقى لو زياده بنزود المسترده يعني. معلقه جنزبيل باودر وملح وفلفل وزيت. تمام يا باشا، يلا انا مجهزه لك هنا. اعتقد هنتبل الفراخ الاول. هنحط تعالي انت كده وانا اعلي لك النار شويه. احنا ممكن نقدمها مع رز او ممكن نقدمها مع مكرونه. ممكن رز ابيض تبقى لذيذه قوي يعني. اوكي. طب نحط الفراخ الاول. طيب. وبعدين نحط عليها بقى الصويا صوص. دي كانت دي طريقه التتبيل. يستحسن تتبل قبلها بيوم عشان تبقى بقى واخده طعم كويس. سهل قوي. اي ام بتشتغل ولا حاجه بتعملها. ونحط بقى مثلا معلقتين، انت قلتي معلقتين. هما دول تقريبا. ونحط بقى جنزبيل معلقه صغننه. جنزبيل ده ما يحرقها يعني ما يحرقش لا بيبقى بيدي طعم حلو مميز يعني. هو ليه فوائد اصلا. والتشاينيز فود دايما بيبقى فيه يعني حاجتين الاساسيين اللي هما الجنزبيل والبتاع ده. طب حلو دي سريعة كده. ونحط بقى ملح وفلفل. ملح وفلفل بتاعي. وبعدين ايه؟ اشوح كده. انا هحط شويه زيت في الطاسه. اوكي. انا ممكن احط لك زيت. الموضوع ده عباره عن ومنكترش بقى ملح عشان الصويا صوص اصلا اوريدي مالح والمسترد يعني. مفيش سويت اند ساور؟ لا عشان كده هي. لا. انت قلتي تشاينيز يعني. فراخ تشاينيز بس من غير ما يبقى ما يبقاش فيها السكر والحاجات دي يعني. كده الزيت اوكي؟ ماشي. تمام. اوكي. تمام. نشوحها بقى. انا بقى ما اساعدك في اي حد ما تبتدي بقى تستوي شويه مثلا يعني. انت عارفه انا خلاص انا قررت ان اي حد هيجي يطبخ انا قررت ان انا احط ايدي في الطبخه. لا لازم طبعا. الفتره اللي جايه بقى عشان انا لازم افتكر الاكل. لا تمام. يعني ايه اعيش بقى في الدور شويه. لا طبعا بس دي سهله وسريعه فعلا يعني تبقى لذيذه. طب تمام كويس ماشي. قولي لي انت لسه انا يعني انت لسه عندك بيبيز. عندي بقالهم قد ايه؟ عندي عمر 3 سنين وعندي تاليا لسه 3 شهور. تاليا معناها ايه؟ تاليا معناها يعني تالية القران او الله. نور الجنه يعني. هي ليها معنيين. الله. او ايه؟ او نور الجنه. لكن هي حاجه جميله. ربنا يخليهم لك. مفتقده الشغل ولا قعده البيت حلوه؟ لا يا حلوه طبعا. لا انا يعني ما كنتش بشتغل حاجه دايما يعني روتينيه. كنت دايما احب اشتغل، ممكن انزل اصور واخدها هوايه يعني. اكل بقى وكده يعني. وبعمل كب كيكس وحركات بقى وببيعها. انت ايه ده بتبيعي كب كيكس؟ اوريدي يعني. ليكي سايت يعني بتعملي وليكي بيج على الفيسبوك؟ ليا بيج على الفيسبوك كده. ايه ده؟ بعمل بقى ناس بتشتري مني. ما كنتش اعرف انا المعلومه دي، معلومه دي جديده. طب وايه الفرق بقى في الكب كيكس بتاعتك عن الكب كيكس بتاعت الشيف محمود؟ لا اكيد طبعا انت هتشوفي متميزه بايه يعني؟ لا والله يعني هي دايما بحب اعمل بقى ديكوريشنز بقى واحط عليها فراشات وفلاورز بقى وحركات بتبقى لذيذه يعني. والكب كيكس بتبقى مشهوره جدا او بتبقى موضه في الصيف. لا والناس بتحبها قوي. كل الناس بقى هي طبعا كل الاسره بتحبها يعني. صغير وكبير حقيقي. وفي موضه انا بعملها ايوه. لا تمام. احنا شويه ونحط بقى الخضار. طب يلا طلع عشان وقتنا. انا ايه هنا زي ما هنا كده الشيف. اوكي. وبصل اخضر. اوكي. البصل ده مش ما كانش يبقى مع الزيت الاول؟ لا هو هي اصلا المفروض الخضار يبقى كرانشي شويه يعني. يبقى كده يعني. بس طب ما نحطش ميه؟ لا هي ممكن نحط شويه بس هي عشان بس مش عارفه. انا حاسه ممكن نحط ميه. ممكن نحط شويه ميه طبعا عشان هو. انا ما بفضلش خالص عشان شايف الفوائد بتاعت الخضار. بالظبط كده. يقول لي مع الفلفل الاخضر دلوقتي حالا هينزل والمشروم كمان. والمشروم بينزل ميته. وتتقدم مع ايه نوران؟ اكله زي دي تتقدم في سندوتشات ولا تتقدم والله ممكن سندوتشات وممكن مع رز ابيض تبقى حلوه. مع رز ابيض.
وهي خفيفه ما فيهاش يعني مثلا زيت وحاجات كتير يعني نقطه يعني. قولي لي الغرام بحته يعني انت مش اول واحده ومش اول صديقه عندنا تبقى مقرره ان هي يبقى عندها اكل وتعمل اكل وتشوف على الفيسبوك. الفكره دي ايه اللي بيخليكوا تلجأوا ليها؟ هل هو مثلا ان انت قررتي انك تشتغلي حاجه بسيطه تنفع مع وقتك كأم فبتسهل لك الموضوع ده، ولا انت حابه الليله دي؟ انا اصلا بحب اعمل يعني حلويات دايما في المناسبات، دايما انزل بحلويات يعني. بس بحب اعمل حلويات البيكنج بقى وكده. بس بعدين عشان قاعده في البيت بقى فقلت يعني استغل الوقت ده ان انا لا يعني في تقصد بتخرجي عن الاكل التقليدي اللي اتعلمناه كلنا وبتتعلمي حاجات جديده. لا وبخش على نت كتير وادور على اجرب وصفات بقى وكده وشوف بقى تشتغل ولا لا يعني. واول حاجه تجربي فيه زوجك. الله، برافو عليكم. يعني هو جربتي كتير يعني. لسه مستحمل يا نوران؟ لا الحمد لله. طب قولي لي يا نوران، حته انك انت بقى ليكي سايت على الفيسبوك دي بتكسب؟ يعني لا الناس يعني بتخش طبعا، بعمل اعلان مثلا على فيسبوك وكده مثلا، والناس بتدخل برضو يعني لا وبيشتروا يعني بيشتروا اوردرز مثلا وهم يجي ياخدوا الدليفري بتاعتهم، ولا انت اللي بتبعتي لهم؟ لا بيجوا بنتقابل في حته مثلا او عندي وبياخدوا الحاجه. هي بتيجي بالوقت، واحده بتقول لواحده بتقول يعني بيجيبوا اصحاب بعضيهم يعني وكده. بس خلاص مره تعملي لنا حاجه حلوه بقى. لا انت عارفه ليه يا منى انا بسال كده؟ لان جنب ان الموضوع انها ممكن تكسب منه بيعمل لها شبكه علاقات حلوه، لان هي لما تاخدي الاكل وتروحي تقابلي مع حد ما تعرفيهوش هتقعدوا مع بعض تضحكوا وتضحكوا، وبعدين بيجي بيعملوا اوردرز مثلا لواحده رايحين يزوروا واحده مثلا لسه متجوزه بالظبط عيد ميلاد، يعني كنت عامله البنوته في عيد ميلادها عليها عليهم بقى حاجات لعب وحركات بقى كانت لذيذه قوي فانبسطت بيهم يعني. على فكره شايف محمود هيبتدي ينزل ميته. ما هي فعلا نزلت ميته. طب دي احنا عم بالنا قد ايه مثلا؟ قولي ما ده احنا ما خدناش 10 دقائق. ما هي سريعه جدا، ده كمان لو بتتبل قبلها بيوم بقى. طب واللحمه الفراخ تلحق تستوي؟ انا بشك دايما في الموضوع. لا الفراخ اصل بس يعني هي شويه وكمان وخلاص، بس هي الفراخ بتستوي بسرعه على فكره. بالنسبه لموضوع النهارده وارضاء الاخرين يا نوران، انت بتعملي اللي الناس عايزاه ولا بتقنعيهم باللي انت مقتنعه بيه؟ لا يعني لا بحاول برضو اقنعهم باللي انا يعني تقنعيهم باكلات جديده ولا يعني مثلا لو حتى واحده بتقولي مثلا عايزه حاجه معينه اقول لها طب لا بس دي مش هتنفع مع يعني الصوص ده ما ينفعش مثلا على الكيكه دي او كده. لا يعني لازم بديها رايي برضو، ولو عايزين برضو الحاجه دي بعملها لهم يعني. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انا طلعت الشكل النهائي شكله تحفه للاكل، وزي ما احنا قلنا انه ممكن نقدمه مع رز. واعتقد ان الاكله دي بجد سهله جدا، لان انا مش شايفه ان احنا محتاجين، احنا ممكن نخترع يعني، ممكن نعملها بجمبري، ممكن نعملها بلحمه، ممكن لو حد كمان نباتي ممكن اعملها بمشروم، بس يعني مشروم وفلفل وصويا صوص. بروتين اصلا لوحده، ففعلا يعني صح انا بديت اعشق فعلا الاكل النباتي ده، ممكن استغنى عن اللحوم تماما واكل مشروم. بصي يا شيف محمود والله نشكرك يا نوران، بيقول لي انا فخور خالص. تسلم ايديك، تسلم ايديك يا مفيده. بصي تسلم ايدك مفيده. لا ده انا بعد كده هغطي عليكم، بس استنوني يعني احنا داخلين في السنه الجايه البرنامج هتشوفوا مفاجآت. واحنا طبعا عايزين نقول بكره معانا شيف محمود، مش كده مفيده؟ بكره ان شاء الله يكون معانا ويقدم لنا حاجه جديده. اعتقد ان احنا طالبين منه حاجات كتيره جدا، بس هو كالعاده دايما بيخليها لنا مفاجاه، مش عايزين نحرق له هو هيعمل لنا ايه ان شاء الله بكره. بشكرك جدا يا نوران، نورتينا والله. منونه مرتاحه وبكره وحلقه جديده وسط التات ما بيعرفوش يكذبوا.